السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم. كلام السبع أساسي في قناة خزري سكول على اليوتيوب. اليوم باش نقراو الكتلة. باهي، الكتلة هذه أول حاجة باش نبداو باش نقراو بشكل فورميلي، باش نبداو بتعريف الكتلة. عندنا تجربتين. التجربة الأولى شنو لاحظوا هنا؟ ماهيش كاملة الكلمة، هنا مشروب غازي، واضح؟ به مشروب غازي. في هذه الحالة قمنا بتحديد، هنا واش عندنا؟ قارورة سعتها 1.5 لتر، وهنا مكعب سعته 1 لتر. هنا قمنا بتحديد حجم أو سعة السائل، حجم السائل، أو نقول سعة السائل. هاي السائل، واضح؟ به في الحالة الثانية بابل دي هذي، مش هبدأ لكم واضح حجم. في الحالة هنا عدنا مواد كيف السكر الطماطم كتب على غلافها، هنا 500 جرام، وهنا 1 كيلو جرام. في هذه الحالة استعملنا الكتلة لتحديد كمية المادة الغذائية. إذا نمر، عدنا تجربتين، تجربة أولى التجربة الثانية. في التجربة هذه وضعنا قطعة من الخشب وأخرى من الخفاف لهما نفس الحجم. لاحظوا اللي قطعة كفة الميزان تميل نحو قطعة الخشب، كفة الميزان تميل نحو قطعة الخشب. به هنا خذنا قطعة خشب، هذه قطعة خشب وهذه قطعة خشب، لكن لهما حجم مختلف. لاحظوا اللي الحجم الأكبر من نفس، إذا كان يكون المكعبين من نفس المادة، المكعب الأكبر هو اللي عنده حجم أكبر هو الذي يزن أكثر. إذا كفة ترجع كفة الميزان نحو، ترجع في هذه الحالة كفة الميزان نحو قطعة الخشب، الخشب نحو قطعة كبيرة الحجم. إذن هنا لاحظوا اللي من خلال التجربة الأولى، اللي من خلال التجربة الثانية، اللي المادة تختص بحاجة جديدة أو مقدار فيزيائي جديد يسمى الكتلة، واضح؟ إذا نمر إلى تعريف الكتلة في جيب الاستنتاج. إذا هنا نكتب تعريف الكتلة. شنو تعريف الكتلة؟ هو تحفظوا التعريف خاطر يجيك في الامتحان. تختص كتلة الجسم، تختص كل كمية من المادة، تختص كل كمية من المادة بمقدار فيزيائي، المقدار الفيزيائي هذا شنو نسموه؟ نسموه الكتلة. نكتبوه بلون مغاير. إذا بعد الحجم دو قرينا الكتلة، شنو رمزها؟ ورمزها شنو رمز الكتلة؟ هو ام مينوسكيل أو ام ماجسكيل، هذيك رمز الكتلة. باهي، شنية الوحدات نتاع الكتلة؟ باهي، قبل كل شيء نعطيك ملاحظة اللي هي تغير كتلة الجسم بتغير طبيعة المادة المكونة له. مش كيبدأ جسم متكون من خشب، كيبدأ جسم متكون من حديد، واضح؟ إذا دونك هنا لاحظوا اللي أو نستنتج اللي كتلة الجسم تغير بطبيعة المادة المكونة له وبتغير حجم.
الكتلة هي راهي مقدار قابل للقيس، ويمكن قياس الكتلة باستعمال ماذا من قياس الكتلة؟ عندنا حاجتين نستعملوا قيسوا بها الكتلة، هي يمكن قيس الكتلة باستعمال ميزان روبرفال أو الميزان الإلكتروني. عندنا نوعين، واضح؟ ميزان روبرفال والميزان الإلكتروني. به وحدة الكتلة العالمية، الوحدة عند الكتلة عندها وحدة، الوحدة العالمية للكتلة هي شنو؟ هي الكيلوغرام، ك ماجسكيل وجي مينسكيل، الكيلوغرام. به هذه الرمز نتاعها، هي الوحدة العالمية للكتلة هي الكيلوغرام، والرمز نتاعها ك وجي، وعندها معناتها وحدات ثانوية كيف الجرام، كيف الملي جرام، كيف السنتي جرام، كيف الديكي جرام، وش نشوفوها في الجدول التالي. هذا راهو يسمى ميزان، شفتوه هذا؟ هذا راهو ميزان روبرفال. روبرفال، واضح؟ والميزان الإلكتروني يكون على الشكل هذا، ما تعرفوه. تمشي المزرعة بها في الدجاج تلقاو عندها ميزان إلكتروني. به نشوفوا تو أهم حاجة اللي هي جدول الموجود فيه الوحدات والأجزاء. شوف الوحدة العالمية هي كيلوغرام، والأخرين كلها أجزاء ومضاعفات الكيلوغرام. الأقل من الكيلوغرام نسموهم أجزاء، والأكبر من الكيلوغرام نسموهم مضاعفات. به شوفوا لهنا ماذا بين هنا، شوفوا هنا واش عندنا، هنا عندنا كيلوغرام، هنا عندنا هكتوغرام، هنا عندنا ديكاغرام، هنا عندنا غرام، هذه غرام، وهذه ديسي غرام، وهذه سنتي غرام، وهذه ملي غرام. به مثلا الجدول هذا نجم نزيدو المضاعفات، ما يهمنيش، نزيدو المضاعفات تاع الكيلوغرام، يعني الأكبر من به. هنا عندنا وحدة وهذه الأخرى، به هنا واش عندنا؟ هنا عندنا نقطة، وش معناها النقطة؟ تو نفسر لك، هنا عندنا قنطار، وهنا عندنا الطن، طن تي بي، طن تي بي. هنا وش عندنا؟ النقطة هذه ما عنديش تسمية، أما هي 10 كيلوغرام حط عليها النقطة، 100 كيلوغرام يساوي 1 قنطار. بي أو باش ناخذ أمثلة، مثلا 1 كيلوغرام نحبوا نبحثوا عليها بالجرام، حطوا 1 0 زيرو كما خدمنا في الحجم بالضبط، اذا 1000 غرام اللي هي 10 قوه 3. به مثلا عندنا 5 15 غرام كم تساوي بالملي غرام؟ كيفاش نجم نكتبوها 15 غرام؟ ديما نبدا نحطو هنا 5 وهنا 1، 15 غرام ديما ملي ميل اليسار نزيدو 0 0 عاد نص ملي غرام تعطينا 15000. واضح؟ مثلا ناخذ واحد، مثلا مثلا واحد قنطار كم يساوي؟ ناخذ اللون الاخر باش نخلطو بيش. واحد قنطار كم يساوي بالكيلوغرام؟ حطو هنا واحد صفر صفر هي 100 كيلوغرام. به عندك هذا النجم نفسخوه بس هيك كملنا به، ناخذ عدد اخر. مثلا هنا عندنا 15 ولا مثلا
16.7 كيلو جرام، والست آحاد هاك فاصل سبعة نكتبوه لهنا، كم تساوي مثلا بالجرام؟ نزيد هنا سفر نحس في جرام، تساوي 16700 جرام. سهلة في حد شيء، مثلا 1 جرام كم يساوي بالكيلو جرام؟ الجينا عملناها 1 جرام، لوجو على الكيلو جرام وين؟ حط فاصل هنا، يعني تساوي 0.01 كيلو جرام. انسي دي سويت، واضح؟ تعدوا تو اللي بعده، الا وهو قيس كتلة كمية ماء من المادة السائلة او الصلبة غير المتماسك. مش معناها مادة غير متماسك، المادة غير متماسكة مثال الملح، مثال السكر، مثال الفرينة، هذه معناتها مواد صلبة غير متماسكة. أول حاجة باش نعمل باش نقيس كتلة جسم، كتلة جسم سائل، كتلة سائل باستعمال ميزان ربرفال، الميزان غير ربرفال. أول حاجة شوفوا ديما عندنا وزنتين في كتلة الاحتساب، كتلة السائل دائما وزنتين، هذه وزنة أولى وهذه وزنة ثانية. في الوزنة الأولى نحتسب كتلة الكأس، كأس الاختبار فارغ، إذا هنا ام واحد مثلا، مثلا نعطي نمرة من عندي رقم عندي مثلا 50 جرام، كي تجمع هذوما الكل يعطوك ام ا تساوي 50 جرام. في الوزن الثاني بالطبيعة ديما الوزن الثاني باش تعطيك ام اثنين اللي اكبر بالضرورة على ام واحد، خاطر لهنا حطينا سائل زيت او ماء اللي هو به. اذا كتلة كأس الاختبار ممنوع هي ام اثنين مثلا تساوي 120 جرام. كتلة هنا وش نحسبها؟ كتلة السائل، اذا كتلة السائل باش نسميها ام، اذا ام كيف في دو مو في ان تساوي ام دو مو ام ا، هي كتلة الاناء مملوء مثلا بالماء الا كتلة الاناء. اش تعطينا؟ 120 الا 50 تعطينا 70 جرام. اذا كتلة السائل الموجود في كأس الاختبار هي 70 جرام. لو باش نشوفوا قيس كتلة سائل بواسطة ميزان الكتروني، هنا بواسطة ميزان الكتروني، هنا شوفوا اللي هنا ثم زر اللي هنا مكتوب عليه زيرو، به كي نحطوا نحن الكاس اللي هنا فوق الميزان مش يعطينا عدد مثلا 50 جرام، انت كي ترص على الزر يرجعها للصفر، عبارة هذا مش موجود. بعد انا كي نصب السائل اللي هنا الميزان الالكتروني في المرحلة الثانية باش يعطيني ديراكت وزن الماء مثلا 30 ولا 300 جرام، هذيك وزن الماء. اذا كتلة الكأس الاختبار فارغ اللي هنا مش نحطه 0 جرام في المتلازم، معناتها تاخذه ترصه على الصفر، ولا من غير ما ترصه على الصفر تاخذه هذه الكتلة مثلا كيف الميزان البرفال باش يعطيك ام واحد، وهنا باش يعطيك ام اثنين، باش تعمل ام هي كتلة السائل، ام اثنين الا ام واحد. اذا كتلة السائل اختبار فارغ مثلا ام واحد يساوي 70 جرام، كتلة املأ الكأس ثم اسجل كتلته، نملو الكأس بعد سجلوا الكتلة نتاعه مثلا ام اثنين تساوي مثلا مثلا انا 90 جرام. اذا كتلة لهنا الضغط به، اللي واش قالنا هنا ضغط على زر الطرح حتى يعدل المقياس الرقمي على الصفر، هذيك كنا نحكي فيها لكم بقيلة، واضح؟ اذا طريقتين، واحسن طريقة هي هذه الثانية، تضغط على زر الطرح حتى يعدل المقياس الرقمي على الصفر، يعني ترص على الصفر وكي تزيد الماء ديريكت يعطيك وزن السائل، ماء ولا زيت ولا عسل ولا هو ولا كحول. اذا ولا الطريقة الثانية تعمل ام دو و ام ان، واضح؟ اذا كتلة السائل باش نسميها ام، لازم تعطوه اسم، نقطتين ام تساوي
كذا ديريكت، ولا تعمل ام يساوي ام دو موا ام ان، التاريختين مش تحسبها كتلة الثانية. هذه هو عبارة على تمرين صغير بنشوفه تحديد علمي لكتلة 1 لتر من الماء النقي. هنا عندنا مثلا وعاء اللي هو مكعب بلوري مثلا فارغ، كتلة المكعب فارغ كم تساوي؟ مثلا 50 جرام مثلا، أو بستعمل طريقة الأخرى. بعدها وش تعمل؟ تضغط على الزر الموجود لهنا، زر الطرح، حتى يعدل المقياس الرقم على الصفر. بعد ما طلعت لنا 50 هذه ننسوها مرة واحدة، رجعنا للصفر. بعد جناب نصبوا الماء النقي. إذا الماء النقي كتلة باش نقول هنا مثلا 300 جرام ولا 350 جرام هي وزن الصافي للماء النقي. إذا املأ المكعب ماء نقي لحد خط التعيير. هنا 350، هنا مثلا لا ماء نقي عنده قيمة محددة، يعني وشنو قلنا؟ 1 لتر. إذا هنا راه باش نلقاها 1000، سامحوني مش منحبوش نغلط، 1000 جرام. إذا 1000 جرام هنا في لابوراتوار وانا قريتها، وزننا 1 لتر من الماء النقي لقيناه يوزن 1 كيلو. اذا كتلة 1 لتر من الماء النقي تساوي 1000 جرام، اللي هي تساوي 1 كيلوغرام. وهذه ديما صحيح تحفظوها، فهمت؟ كتلة 1 لتر من الماء النقي، مش ماء الحنفية، الماء النقي، واضح؟ ما تغلطوش فيه. هكا كونوا كملنا الحصة هذه. ما تنساش تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب خزري سكول، قناة اليوتيوب خزري سكول، وتعمل جيم صفحة الفيسبوك خزري سكول، خاطر هابطوا لك في دفوارات مصلحة هذيك وبرشا حاجات. وما تنساش تعمل ابونيكم وتلاكم وتفعل لك الجرس، خاطر باش نزيد نهبط لكم من هذه النظمة فيديو اخرين وفروض اخرين. والسلام.